الحمد لله اليوم حضرنا لهذه التظاهرات، تظاهرة مهمة جدا لكل المتبرعين، اليوم العالمي للتبرع بالدم، وين من خلاله نقدروا نحيوا ونشجعوا كامل الناس للتبرع بالدم تحت هذا الشعار، شعار مهم، تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، تبرع كثيرا. هذا الشعار يجمع العديد من المعلومات، اين يكون التبرع لمدة كثير من الاوقات والكثير من المرات من اجل المتبرعين بالدم. بمناسبة اليوم العالمي للمتبرع، نهنئ كل المتبرعين الدائمين والغير الدائمين في هذه المناسبة، والذين بفضلهم مخزون بنك الدم دائما في حالة مستقرة. وفي هذه المناسبة ومن هذا المنبر نوجه نداء لكل المواطنين باش يتقدموا يتبرعوا للمرضى الذين هم بأمس الحاجة لهم، بحيث أن الدم ما نقدروش نصنعوه، العلم ما يقدرش يصنعوه، ما نقدروش نشروه.